السلام عليكم. حديث العالم وترند العالم واغلب القنوات تكلمت على اعصار دانيال الاقوى واللي سببت بسيول وفيضانات في تركيا واليونان وليبيا، والحمد لله فقدت اغلب قوتها عند وصولها لمصر، واهل مصر لقبوا بالضيف الثقيل. شاهدنا عديد من الفيديوهات في مدينة الاسكندرية وسواحلها كما تشاهدون امامكم، وكان الرياح قوية ولكن اقل سرعة نسبيا برياح اللي ضربت ليبيا واليونان. وقبل ساعة الحمد لله وصلت أغلب المساعدات في المناطق المتضررة في ليبيا، ونقول بردا وسلاما على جميع شعوب العالم، والله يعديها على خير وعلى أهل مصر الكرام ويحفظ الجميع. وأهل مصر طمنونا كيف الأجواء عندكم الآن، وهل خفت قوة الإعصار؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واشوفكم بفيديو جديد. وخلي نتابع هاي المشاهد في مدينة الإسكندرية بالأخص